العالم كله بتتجه لمدينة السلام، للمدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ. أكيد يا لميس، زي ما أنت قلتي كده، يعني خليني أقول لكم أن من النهاردة ولحد يوم 18 نوفمبر أنظار العالم كلها تتجه لمدينة السلام شرم الشيخ، وانطلاق أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، وده لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ. عايزة أقول لكم أن المؤتمر بيتضمن 3 فعاليات رئيسية، بتتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر صباح اليوم، والثانية افتتاح قمة الزعماء غدا الاثنين المقبل، والثالثة بتتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر. ده حقيقي، يعني زي ما قلتي بالظبط، حدث عالمي، حدث قوي، حدث حيوي بيقام على أرض مصر النهاردة. هتعقد جلسة إجرائية بيتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ COP26 ألوك شارما، وهيتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس COP26 لرئيس COP27، على أن يعقبها إلقاء بيان من جانب وزير الخارجية سامح شكري بوصفه طبعا رئيسا لمؤتمر COP27. وبيتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضا سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهوسينج لي رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن طبعا التغير المناخي. أما أكيد الشق الرئاسي من القمة زي ما كلنا عارفين هيعقد غدا الاثنين إن شاء الله، وهيلقي الزعماء المشاركين فيها كلمات بتتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، على أن تعقد 3 موائد مستديرة أيضا للزعماء المشاركين في 8 نوفمبر. طبعا نهاد، القمة مستمرة أكيد. اسبوعين لحد يوم 18 نوفمبر شرم الشيخ مدينة السلام، تهيئة تجملت لاستقبال كل المشاركين، أكثر من 30,000 مشارك. كل العالم بيتابع القمة في شرم الشيخ المدينة الخضراء اللي استعدت. الحقيقة الواحد فخور بالقمة وباللي بيشوفه وبالتطور الكبير اللي موجود في شرم الشيخ. خلونا نطلع